ما رأي فضيلة الشيخ بالنسبة لمن يقرأ القرآن الكريم مع الإمام أثناء الصلاة بصوت خفيف وبدون رفع صوت؟ هل عليه إثم في ذلك؟ هذا فيه تفصيل. إن كان المراد قراءة الفاتحة فهذا لا بأس أن يقرأها سرا، وبحيث لا يؤذي من بجانبه أو يشوش على الإمام حتى يفرغ من الفاتحة خروجا من الخلاف. وأما قراءة غير الفاتحة والإمام يقرأ هذا لا يجوز، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا قرأ الإمام جهرا فإنه يجب على المأمومين أن يستمعوا ولا يقرأوا بهذه الآية الكريمة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم. جزاكم الله خيرا.